أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأكارم إلى درس خاص اليوم. كذلك رح نعرفكم على 30 كلمة عامية دارجة مستعملة بكثرة عند الفرنسيين. إذا بسم الله وعلى بركة الله. أول كلمة مستعملة عند الفرنسيين طبعا لو بولو. لو بولو سي العمل أو للتاف. للتاف نعم بولو هذه استعملنا في الدارجة كثيرا. العمل لو بولو. لو بولو نعم وللتاف العمل. جي بوكو دو بولو أجود لدي الكثير من العمل اليوم. إذا لو بولو العمل وللتاف لكن للتاف قليل الاستعمال. كلمة رقم 2 مستعملة في العامية عند الفرنسيين اون بوات او بوات معناها شركة. تو ترافاي دون كيل بوات انت تعمل في اي شركة. اون بوات شركة. تو ترافاي دون كيل بوات. كلمة رقم 3 مستعملة لو بوس هذه بالانجليزية كذلك نفسها الانجليزية اقصد مدير المدير لو بوس المدير. لو بوس ما كونفوكي دون سون بيرو المدير استدعاني ل مكتبي. لو بوس ما كونفوكي دون سون بيرو فوالا المدير سي لو بوس. رقم 4 كلمه رقم 4 مستعمله في العاميه امك رجل هذه مستعملة بكثرة أنغا أنتيب نعم معناها رجل. عوض أن نقول أم فرنسيين يقولوا مك في الدارجة في العامية بينهم. أمك مستعملة بكثرة أمك أمك ما فيش المؤنث فنعرفوا وقت الرجل. أمك رجل. أنغا سمعتم نطق أ فقط هذه الأ والإر والإس نطق فقط أ كا هكذا أنغا أنغا كذلك مستعملة. أمك أنغا ما تهتمش قلت لازم تنتقل أغ والأس فقط أنغا هو رجل كذلك. أنتيب مستعملة قد سمعها لكنها قليلة. إذا ميك ماي مستعملة بكثرة. أمك أنغا أنتيب معناها رجل. سمك كور فريمون تري فيت. سمك كور فريمون تري فيت هذا رجل يجري حقا بسرعة. رقم خمسة نعم كلمة رقم خمسة العامية اون نانا ميف نانا طبعا هذه نانا هي امرأة يعني عوض بالنسبة للرجال يقولوا مك اون نانا اون نانا معناها امرأة. اون ميف كذلك هذه في لاغو يعني راح نعرفكم على لاغو كذلك يعني اغو في الغالب تكون مستعملة بكثرة بين الشباب وفي مجموعات خاصة هكذا لكن كذلك هي مف هي امرأة كذلك يقولوا اون نانا او اون مف. ومف كنتعرفوا انها فقط مقلوبة يقلبوها وسنتعرف هذا القلب لاحقا. فان يرجعها مف مقلوبة قليلا. اذا اون نانا امرأة او اون مف امرأة. J'ai rencontré une nana sympathique hier. J'ai rencontré une nana sympathique hier. التقيت امرأة رائعة البارحة. ستة رقم ستة نعم عندنا اون ان بوت نعم بوت صديق هذه ما مستعملة بكثر عند الفرنسيين في العامية في الدارجة يعني في الحياة اليومية. ان بوت عوض يقولوا امي كما بستوندار فرونسي ستوندار يقولوا مون امي votre ami ou quoi يقول un pote صديق. quoi de neuf mon pote ما الجديد صديقي. quoi de neuf mon pote صديق. سبعة نقول un frangin une frangine. un frangin هو اخ فرار يعني و سور لكن في الدارجة un frang frangin un frangin هو اخ و une frangine هي اخت. J'ai vu mon frangin. رأيت أخي ما frangine
أختي وأختي hier soir, البارحة مساء. نعم. J'ai vu mon frangin et ma frangine hier soir. ثمانية. Des boeufs, des boules, bloucs. نعم. Des boeufs et des bloucs. هذو نقولوهم على الناس اللي عندهم ذوق تقال عن أصحاب الذوق السيء. Mes voisins sont vraiment des boeufs ou des bloucs. ناس عندهم عندهم ذوق سيء في اللباس في الأكل تجدهم غرباء عندهم طبائع غريبة هذه هي أصحاب نسموهم دي بوف دي بوف أصحاب ذوق سيء مجتمع في الأكل في اللباس في الحياة هكذا اللي هم تجدهم عندهم بعض أذواق في الحياة غريبة هذو هما دي بوف أو دي بلوك. Mon voisin sont vraiment des boeufs. بوف نعم عفوا بوف ماشي بوف لأن بوف معناها عجل بوف هادي بوف نعم مي فوازا سون فريمون بوف تذكر اوف بوف ليس بوف بوف نعم مي فوازا سون فريمون دي بوف غرباء الذوق مي فوازا سون فريمون دي بوف نعم او دي بلوك وهكا بلوك كيديك في الدرجة الكلمة هادي يقصد بها مون بو فخير فوالا مون beau frère mon beauf mon beau frère alors mon beau frère يعني si tu traduis ça باللغة العربية mon beau frère إذن زمان ديال الوقت تسعة نحثوا عليها فقط mon beau frère نعم رقم تسعة لدينا نعم un gamin une gamine طفل كلمة فرنسية طفل درجة يقولوا ان غاما طفل اون غامين طفلة ان غوس طفل اون غوس طفلة كذلك ان غاما اون غامين ان غوس اون غوس مستعملة بكثرة امام كذلك لكن قليل الاستعمال هذا كان قديما قليل امام اون ماما طفل وطفلة جو في جو في شيرشي لي غاما ليكول انا ذاهب لاحضر لي غاما اطفال الكل من المدرسة رقم عشرة نعم كلمة رقم عشرة لو بيون أو نقدر نقول لو بيون مراقب ساحة المدرسة لما الأطفال يخرجون لا ريكرياسيون يعني الساحة ساحة الفناء تاع المدرسة يرتاحوا هذيك لا ريكرياسيون نعم استرجاع كاين شخص يحرسهم في المدرسة طبعا يعمل في المدرسة اسمه البيون في الدارجة طبعا هو سيرفايون سيرفايون مراقب اسمه موجود في المدرسة مراقب لكن في الدارجة يفضل يقولوا له لو بيون أو إذا كان في الغالب استعمل الرجال إذا استعملها المرأة يقولوا لا بيون je n'ai pas vu le pion dans la cour ce matin je n'ai pas vu le pion dans la cour ce matin لم أرى المراقب في الساحة هذا الصباح نعم 11 ان فليك شرطي ان كف ان فليك شرطي ان كف كف قوية يعني كلمة فيها قوة ان فليك نعم شرطي لي فليك باتروي دون لا فيل لي فليك باتروي دون لا فيل الشرطة تقوم بدوريات في المدينة 11 12 لدينا اون بانيال سيارة نعم اون كيس لا كيس اون كيس او اون بانيال اون بانيال اون كيس اون تيغ لكن المستعملة بكثرة هي بانيال اون بانيال او اون كيس مستعملة قليلة اون تيغ هذه الاستعمال سيارة نعم On prend sa bagnole pour les vacances. نأخذ سيارته لأجل العطلة. 13 عام لدينا une bécane. Bécane هي الدراجة النارية. دراجة نارية نعم. Cette bécane fait beaucoup de bruit. هذه الدراجة تعمل الكثير من الضجيج. Cette bécane fait beaucoup de bruit.
14 نعم. اون باراك، باراك هذه معروفة، يعرفوها براكة في شمال افريقيا يقولوا باراكة، براكة سيتاديغ منزل. اون باراك منزل. tu as une belle baraque. tu as une belle baraque. انت لك منزل جميل. 15 نعم. le bayou. le bayou هو المدرسة. le bayou اش لا تنطق بايو كأن با يو تي كذلك اش تي لا تنطق بايو لو با يو لو بايو المدرسة. on se retrouve devant le bayou. هل نلتقي هل نلتقي امام devant le bayou امام المدرسة. on se retrouve devant le bayou. 16 la tôle. طول هو قطعة حديدية، لا طول هي تقريبا قطعة حديدية. السجن يعني السجن في قضبة الحديد أبواب حديد فيشبهوها هكذا. لا طول قطعة حديدية تقريبا. le voleur a fini en tôle. le voleur a fini en tôle. السارق انتهى به الأمر، انتهى في السجن. le voleur a fini en tôle. طول نعم لا طول السجن. خطأ 17 نعم. الفريجو فريجو ريفريجيراتور بالفرنسية. الريفريجيراتور طويلة الكلمة، الفرنسيين يستعملوا الفريجو اختصار الثلاجة. أيضا أنهم يستعملوا الكلمة الطويلة ريفريجيراتور الثلاجة الفريجو. جورانج لي كورس دون الفريجو. أنا نضع المشتريات في الثلاجة ونرتبها أضعها وأرتبها. جورونج لي كورس دون لو فريغو. 18 أي نعم. أن بوك هذا مستعمل بكثرة في عند عامة الفرنسي. أن بوك عوض أنهم يقولوا ليفغ يقولوا بوكا، هذه العامية نعم. الكتاب. tu me prêtes ton bouquin. هل تعيرني كتابك؟ tu me prêtes ton bouquin. هل تعيرني كتابك؟ اذا مستعمله بكثرة بوكه. كاين بوكيني وسنتعرف في درس مقبل على الافعال. اليوم نتعرف على الكلمات فقط والدرس المقبل نتعرف على الافعال. كذلك منتشرة بوكيني يعني اقرا كتاب. بوكيني كاين فعل كذلك لكن ما يهمناش في هذا الدرس. 19 لا كلوب سيجارة. نعم لا كلوب سيجارة. je vais fumer une clope. clope cigare une clope échroud une fringue. فرقوبين فرنجة وفرنجين فرنك ممكن تشابين تقريبا في الرسم ما نقولش حتى في الكتاب في رسمهم. فرنك فرنجة mon فرنجة أخي ما فرنجين أختي. une fringue لباس. كما تشاهدوا انا كتبت بشكل مفرد ومفرد لكن اللي نستعمله في الجملة ويكون جمع لنا لباس حتى لو تشتري معطف. معطف يعتبره كمية ويلا هذا هو الفرنسي هكا. je vais acheter des francs. انا ذاهب لاشتري دي فرانك. لا تقول فرونجين فرونجين اخ ان فرونجا اخ دي فرونج ما فرونجين اختي و دي فرانك هادي عايم نتشابه. je vais acheter des francs. انا ذاهب لاشتري بعض الالبسة. البسة يعني دوما قلنا نستعملها غالبا ودوما في جمعا. 21 اون بامب حذاء اكرمكم. الحذاء كذلك نستعملها هكذا مفرد فقط نبين لكم زوج احذية او حذاء. اي مهم حذاء اون بامب قنبلة كانه جي اشتي دي نوفيل بامب. شاهدوا استعملناها جمع قد اشتريت أحذية أو حذاء جديد لأنه هنا جمع لأنه يعتبر الحذاء زوج ثنين يعني فهو فقط جمع. استعملوا دوما جمع مثل فرانك كذلك. جي اش تي دي نوفيل بومب. جي اش تي دي نوفيل بومب قد اشتريت زوج من الأحذية أو حذاء جميل جديد عفوا. 22 لا غيغات هذه الجيتارة. غيغات غيغات كأنك تحك تلك الجيتار. الجيتار تاع الموسيقى نعم. جو جوي جو جوري
de la gratte ce soir. Je jouerai de la gratte ce soir. سألعب الجيتار هذا المساء لا غرات. 23. La bouffe. الأكل. هذه مستعملة بكثرة. La bouffe. La bouffe est meilleure dans ce restaurant. La bouffe est meilleure dans ce restaurant. الأكل يكون ميور أحسن في هذه المطعم في هذا المطعم. إذا ذكروا لا بوف كلمة الأكل وهي مستعملة بكثرة عند الفرنسيين في العمل. 24. نعم لو دودو. نعم دودو هو النوم. إن شاء الله نكون كسبت. نعم النوم لكن ما نتكلموا مع الأطفال مثلا. C'est l'heure d'aller faire doudou. Faire doudou, hein, les enfants. C'est l'heure d'aller faire doudou, les enfants. Inna ho, le wars. L'ajl, dhahab li amal, naoum. Yani li naoum, ya atfal. C'est l'heure d'aller faire doudou, les enfants. Et donc, le doudou, wa an naoum, le doudou. Et non, tous les jours, c'est pareil. Tous les jours, c'est pareil. On dit tous les jours, c'est pareil. Métro, boulot, doudou. Et il y a routine, c'est le métro. Boulot, et voilà, doudou, non. معليش يستعملوا حتى فرص الأطفال ولكن معليش ميترو بولو إي دودو ميترو بولو دودو. نعم الروتين ميترو وأكل ونوم. 25. نعم لدينا لوفخيك المال هو لوفخيك مستعمل بكثرة. لوفخيك لو بونيون لوفخيك هو لوفخيك مستعمل بكثرة. يعني المال كلمة هذه مستعملة بكثرة. لو بونيو كذلك لا تون لو زاي قليلة لو زاي لكن لو فخيك أكثر استعمال هي لو فخيك بالترتيب. يعني لو بونيو أقل لا تون ممكن تسمعها لكن لو زاي قليلة لكن لو فخيك لو بونيو لا تون لو زاي معناها المال. نعم J'ai besoin de fric pour partir en voyage. J'ai besoin de fric pour partir en voyage. Un truc, un machin, un bidule. Chez, on dit un truc, truc. مثلا مي سي كوا سو تريك ماذا يكون هذا الشيء سو تريك هذا الشيء هذا مستعمل سو تريك اماشا او ما يعرفش الفرنسيين شي يقولوا اماشا ان بيدول نعم هذا الشيء اماشا او ماشا بيدول يربطوهم ماشا بيدول هذا الشيء وهذا مي سي كوا سو تريك ماذا يكون هذا الشيء. إذا كان تخيك نقدر نستعمله كنصيحة. كلمة أنا معناها نصيحة. Je vais te donner un truc pour réussir ton examen. راح نعطيك نصيحة من أجل أنك تنجح في الامتحان. إذا un truc, un machin, un bidule. هي تخيك هو أكثر استعمالا. قد تستعمل كذلك machin, bidule ممكن موجودين. شيء يقصد شيء ما هذا. لما ما تعرفش تسمي شيء قول سي سي كوا سو تخيك سو machin. وهكذا. 27. لا فلوت المطر فلوت il va y avoir de la flotte toute la journée. سيكون هناك المطر كل يوم تمطر ستمطر يعني. il va y avoir هذه كذلك سنتيريج لما نحب نعلنو نقول شيء ما في الدرجة il va y avoir
هذه كذلك، لكن مهم نحن هي تركيبها هكذا. il va y avoir deux مشكلة هكذا مع بعضها البعض. il va y avoir deux la flotte toute la journée، سيكون هنالك مطر كل يومية. la flotte 28 لدينا، نعم une cuite ثمالة، ثمالة شديدة يعني الإنسان لما هم في الحفلة لازم يذهبون يشربون الخمور مثلا أو غيرها، فتصيبهم ثمالة يعني يسكرون بشدة. هذاك hier البارحة j'ai pris une cuite à son anniversaire، البارحة قد أخذت يعني ثمالة شديدة أو سكرت. نعم une cuite j'ai pris une cuite ثمالة في في عيد ميلادي. hier j'ai pris une cuite à son anniversaire. ثمالة وسكر. 28 نعم. la troy الخوف. la troy لكن troyer وخوف صفة يعني عن شخص نقول troyer، لكن la troy الخوف. الخوف وهذه خوف. نعم troyer. j'ai la troy des araignées، لدي الخوف من العناكب. j'ai la troy des araignées. j'ai la troy des araignées، لدي الخوف من العناكب. إذا la troy خوف. آخر كلمة معنا اليوم بالدارجة والعامية هي la tof. tof هو حفلة. la fête ما يقلبوا بعض الكلمة سنتعرف عليها لاحقا. la tof حفلة. j'ai fait la teuf toute la nuit، لقد عمل يعني عملت حفلة، كنت في الحفلة وعملت حفلة كل ليل طوال الليل. نعم toute la nuit معناها طوال الليل. j'ai fait la teuf toute la nuit يعني عملت حفلة واستمتعت. j'ai fait la teuf عملت الحفلة toute la nuit طوال الليل. إذا بهذه 30 كلمة هي هذه مستعملة يعني كثيرا جدا، وأترككم في أمان الله ورعايته وحفظه. إلى دروس أخرى سنعطيكم أفعال وصيفات وهكذا تستفيدون في الدارجة. إذن شكرا لكم.